أرحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مثليا روحي يا الغزال فاطمة أرحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مثليا روحي يا. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ نتمنى تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الكيك اللي كيجي رائع. هو الكيك ديال الايجاز اللي غادي نديرو لتحت. صراحه كيجي هذا الكيك هش وغزال، ما تشبعوش منه. المهم غتشوفوا الطريقه كيفاش كنوجدوا والمقادير ديالو جد بسيطه كيف ما كتشوفوا. عندنا هنايا جوج بيضات. الكيك ديالي دائما كندير فيه فقط جوج ديال البيضات، وكتشوفوا كيجي تبارك الله من فوق. عندي هنا جوج ديال البيضات متوسطين الحجم، ماشي كبارين، المهم متوسطين اللي عندكم. عندي هنايا واحد 3 المعالق ديال سكر سنيده كبارين، المهم على حساب، حيت هنايا الياغورت عندي مسوس، متواجد عندي غير ياغورت مسوس، يعني الا كان عندكم دانون عادي ديروا غير جوج معالق كبار. عندي هنا 3 المعالق كبارين. عندي واحد 4 كاس ديال الزيت كيف ما كتشوفوا. عندي واحد الكاس ديال الياغورت، انا هنايا عندي مسوس تقدروا ديروا عادي غير متواجد عندي، مهم انا غادي نديرو. عندي هنا واحد 3 ديال الايجازات اللي غادي يكونوا رطبين كيف ما كتشوفوا، يعني ماشي خضرين، يعني يكونوا رطبين. عندنا هنايا واحد جوج خمارات حمرين، انا عندي واحده هنا ديال 15 غرام، يعني الناس في المغرب يديروا جوج حمرين. عندي واحد الفانيليا، وعندي الدقيق على حساب الخليط كيف ما كتشوفوا، وواحد القبصه ديال الملح انا اللي درت هنايا. المهم هادو هما المكونات، جد بسيطه. غادي تشوفوا الخليط كيفاش غادي يكون. انا غادي نخلطو هنايا غير بالطراب اليدوي، تقدروا ديروه في طراب كهربائي ماشي مشكل. المهم انا غادي نطربو غير بالطراب اليدوي، وخليكم معايا. ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مثليا روحي يا الغزال فاطمة ارحمي يا راحت العقل ترحمي من شفات طال سقامي كيف نبقى حيور وانتي مثليا روحي يا الغزال فاطمة. جراح عدامي في غراض هاد الدامي غير ملكت عقلي بجمالها وغلقت عنوان بمرحمة أرحمي يا راح العقل ترحمي من شفات طال سقامي كيف نبقى حيار وانتي مثليا روحي يا الغزال فاطمة. الخليط ديالي ديال الكيك، انا جبت هذا المول اللي غيكون على شكل دائري، درت ليه ورق ديال الفرن من التحت ودرت ليه الدقيق والزبده من الجناب. المهم نتوما كتاخذوا المول اللي بغيتوا اللي عجبكم. وهنا شديت الايجاص اللي نقيتو مزيان كيف ما كتشوفوا، وحيت ليه هذا القلب ديالو من الوسط وقسمته على جوج على هذا الشكل. المهم دابا غادي نجيب واحد المعلقه حسب معلقه كبيره، المهم غادي نرشو هنا في المول على هذا الشكل. المهم حسب معلقه كبيره، حاولوا ترشوه كامل هنايا في القاع باش يجي لينا داك الايجاص يجي محمر، وحتى الكيكه كيجي فيها واحد اللون زوين. المهم على هذا الشكل صافي، وكنقاد هاد الايجاص ديالنا على هذا الشكل. نحاول نقادوه صافي. المهم
المهم بهذا الشكل كيف ما شفتوا صافي. وغادي نخوي الخليطه ديالي كامل من الفوق ونديرها طيب على درجه الحراره 180 درجه. صافي سنحاولوا نقادوا الكيك ديالنا على هذا الشكل. المهم هو غادي يطلع لينا وغادي يزيد الكبار ماشي مشكل. صافي على هذا الشكل. المهم صافي انا غادي ندخلوا الفران على درجه الحراره 180 درجه. المهم غادي نخليه حتى يطيب ليا من التحت ونحمره من الفوق وغادي نتلاقاو وتشوفوا النتيجه النهائيه كيفاش كيجي. المهم البنات الكيك ديالنا هو هذا وجد كيف ما كتشوفوا. الصراحه كيجي رائع كيجي بحال شي جينواز تماما يعني تيجي رطب وهش يعني مع هاد الايجاص يعني مع سنيده يعني تيتكرمل لينا تيجي بحال معسل وطايب. الصراحه كيك رائع ناجح 100%. المهم هذه هي النتيجه النهائيه كيفاش كيجي محمر. المهم البنات النتيجه النهائيه هي هذه كيف ما كتشوفوا. يعني انا هنايا درت ليها واحد شويه ديال السكر كلاصي في الجوانب وهنايا فوق الايجاص يعني غطيته بشوكولات ابيض اللي درته في حمام مريم. صافي مع واحد المعلقه صغيره ديال الزيت نص باكيه يعني كفاتني يعني غطيت بها هذا الايجاص على هذا الشكل يعني باش هاد لاطارت تجينا زوينه ومزوقه يعني غتعجب الضيف او لا تعجب الوليدات. المهم بهذا الشكل هذه هي النتيجه النهائيه. تنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتشاركوها مع الاصدقاء والاحباب ديالكم وما تبخلوش عليا بالليجام. ما بقى لي الا نقول لكم حبيباتي بسلام عليكم.